ينضم إلينا من أريزونا الدكتور زكي اللبابيدي، اختصاص الأمراض القلبية في مستشفى فينيكس في أريزونا. أهلا بك معنا دكتور. إذا إلى أي مدى فعلا اقتربنا من التوصل إلى لقاح قد يكون متوفر في نهاية هذا العام؟ الحقيقة يعني هلأ ما أنا واضح، بجوز ما يكون available، ما يكون يعني متوفر بآخر السنة، بس طبعا الرئيس وظيفته أنه يطمن الشعب الأمريكي، وهذا اللي عم يساويه هلا، انه عم يطمن شعبه انه غالبا بده يصير عندنا لقاح من هون لاخر السنه. بس قبل ما تخلص الدراسات، والدراسه المرحله الثالثه من الدراسات هي اخر مرحله، هي المرحله السريريه باي يعني ابحاث عن ادويه او لقاحات او غيرها. اذا نجحت، اذا اللقاح طبعا بدك تشوفي انه اولا ما في له تاثيرات جانبيه تمنع استعماله، ثانيا انه يكون مؤثر. اذا كان اللقاح مؤثر 40% من الناس بس، 50% من الناس، معناتها اللقاح ما له فعال، فرجعنا لنقطه الصفر. فهذا طيب كله دكتور، يعني في كلمه الرئيس ترامب قبل قليل لم يتحدث عن لقاح واحد، هو تحدث عن مجموعه من اللقاحات، ربما حدد اربع منها او اربع لقاحات حددها بالتحديد. يعني برايك الا يكون هناك واحد من هذه اللقاحات قد يكون ناجحا في ضوء هذه الميزانيات الضخمه التي ترصد لهذه الابحاث؟ ان شاء الله انه يكون واحد منهم ينجح، بس اللي عم نحكيه يعني انه توقعات باخر السنه، التوقعات انه تخلص الدراسه باخر السنه، بس يا ترى اللقاح بده يكون فعال ولا لا؟ ما بنعرف لحتى تخلص الدراسه. انا بيساوي دراسه اول مره بتنجح، ثاني مره بيساوي دراسه ثانيه على نطاق اوسع، وبتشوف انه النتائج مو يعني مو منيحه كثير مثل اول دراسه. فالحقيقة بنتمنى أنه يكون في لقاح جاهز بآخر السنة مشان الناس تستفيد منه، الناس ترجع على شغلها، ترجع تعيش مثل ما كانت بالأول. بس يعني بعتقد الرئيس متفائل أكثر من أي يعني عالم بهالأمور هاي، أي طبيب، لأنه بدك تستنى وتشوف الحقيقة نتائج الدراسات. طيب أريد أن أفهم منك أكثر، ما هي مخاطر عملية السرعة الفائقة فيما يخص الوصول إلى لقاح، وهل تعتبر آمنة إذا كان عامل السلامة قد أخذ بعين الاعتبار؟ هذا بالضبط اللي حكيناه، وقلت لك أنه بدك تشوفي مثلا التأثيرات الجانبية. التأثيرات الجانبية وقت بيعملوا مثلا المرحلة الثالثة اللي حكى عنها الرئيس ترامب، بيجوز يفحصوا مثلا 10,000 20,000، ما يطلع تأثيرات جانبية كتير. وقت بتعطي لكل الناس، تعطي الملايين الناس، بجوز يطلع عندك تأثيرات جانبية أنت ما شفتيها وقت اللي فحصتي بس هال 10,000 20,000 30,000 اللي هن. فهذا التأثيرات الجانبية ممكن تكون، ولذلك بتعرفي في ناس أصلا في لقاحات موجودة ما بيأخذوها بسبب تأثيرات جانبية. الشغلة الثانية هي الفعالية. الفعالية للقاح يعني عم يكون فعال 90% من الناس اللي أخذت اللقاح ما انصابت بالفيروس، أو إذا انصابت بالفيروس ما صار عندها أعراض يعني سيئة، بس أعراض طفيفة بسيطة، ومعناتها اللقاح عم يشتغل. فهدول الشغلتين اللي ممكن أحيانا بينجحوا بالدراسات، بس وقت بتطبقيهم أنت على ملايين الناس بتلاقي أنه في شغلات عم تشوفيها ما شفتيها. طيب دكتور، في هذه النقطة يعني أيضا المدة ألا تلعب دور؟ يعني من الممكن أن تظهر الآثار الجانبية أيضا ربما بعد 6 أشهر من أول تجربة لهذا اللقاح؟ صحيح، هي كمان ما معقول، ولذلك الدراسات مهمة، ومهم جدا أنه نساوي مو بس دراسة واحدة، مرحلة الثالثة عدة دراسات لحتى نعرف أنه اللقاح سيف، يعني سليم بالنسبة للناس، ما بيعطي تأثيرات جانبية كتير، وبنفس الوقت نعرف أن اللقاح فعال. وهي نقطة مهمة بالتأكيد، ولكن عندما نتحدث عن فعالية هذا اللقاح كل يوم نسمع عن وجود طفرة جديدة في هذا الفيروس، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن هذه الطفرات التي نسمعها عن الفيروس قد أيضا تؤثر على نتيجة اللقاح في حال تم التوصل إليه قريبا؟ هلا طبعا هي شغله معروفه بعلم الفيروسات، انه الفيروس وقت تلاقي له لقاح بيتغير، فاللقاح اللي انت سويتيه ما عاد يشتغل. ولذلك اللقاح اللي بنعطيه مثلا لمرض الفلو
كل سنه بيكون في لقاح جديد. السنه تبع اللقاح تبع السنه الماضيه ما بتقدر تستعمليه تبع سنه 2019 بسنه 2020 بسبب تغير الفيروسات. فنفس الشيء بهي الفيروس، بس هذا اكثر شيء بنقدر نساويه انه نلاقي لقاح. اذا تغيرت الفيروس وصار في فيروس ثاني بدك تحاولي تعملي لقاح ثاني مثل ما جربتي اللقاح الاول لحتى تقدري تحاربي هالفيروس هذا. يعني النصيحة الأخيرة هو الالتزام بالكمامات والقفازات والمعقمات حتى يتم التوصل إلى لقاح. طبعا حكيتي المضبوط، لأنه هذا نحن ما بنقدر نتحكم بإمتى اللقاح بده يكون جاهز واللقاح اندرس وممتاز، بس اللي بنقدر نتحكم فيه إنه نحاول نتبع النصائح اللي هي إنه يغسل إيديه الواحد وقت بيلق أي شغلة على الأقل 20 ثانية بالصابون. في محلين كتير ممكن يستعملوها، تتحط الكمامة، تبعدي عن الناس قدر الإمكان. هاي الشغلات بإيدنا نتحكم فيها وبتشتغل. أشكرك جزيل الشكر من أريزونا الدكتور زكي لبابيدي، اختصاص الأمراض القلبية في مستشفى فينيكس. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية.